بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا دكاترة؟ بإذن الله في هذا الفيديو هنستكمل محاضرات الـ Respiration. طب يا ترى هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الـ Lung Surfactant. الـ Lung Surfactant هنتكلم عن الـ Definition، الـ Structure، بيطلع منين، ايه وظايفه، وهنتكلم عن الـ Pulmonary Ventilation. أول حاجة هنتكلم عنها في هذه المحاضرة هي الـ Lung Surfactant. Lung surfactant معناها anti surface tension. طب يعني ايه surface tension؟ دوت بيتواجد بين الووتر والاير، بمعنى ان جزيئات المية بتقترب من بعضها وبتعمل surface tension، ودوت بيبقى موجود في اللونج لان بيكون في عندك الووتر والاير وبيبقى فيه water air interface، ولذلك بتكون قابلية الرئتين للكولابس أكتر بسبب السيرفس تنشن ثم الإلاستيك ريكويل، ولذلك يجب أن يتواجد اللونج سيرفاكتنت علشان يقلل السيرفس تنشن ويقلل الكولابس بتاع الألفيولاي. تكملة للكلام عن اللونج سيرفاكتنت، طبعا هو السيرفس تنشن لورينج ايجنت، يعني بيقلل السيرفس تنشن، وزي ما عرفنا إن اللونج فيها الاير وفيها الووتر، ولذلك بيكون فيها السيرفس تنشن، والسيرفس تنشن هو عبارة عن تجاذب جزيئات المية اللي هي ممكن تعمل كولابس لللنج. وزي ما قلنا تاني ان الكولابس بتاع اللنج ممكن يكون بسبب السيرفس تنشن ثم السيرفس تنشن ثم السيرفس تنشن ثم الالاستيك ريكويل. طب هو بيتكون من ايه؟ بيبقى عبارة عن لايبوبروتين ميكتشر، والميجر كومبوننت فيه يبقى داي بالمتويل فوسفاتيدال كولين. اللونج سيرفاكتنت بيبقى سكريتد باي تايب 2 الفيولر ابيثيليال سيلز اللي هي جرانيولار نيوموسايتس. وطبعا زي ما قلنا ان السيرفس تنشن بيتناسب عكسيا مع التركيز السيرفاكتنت، والسيرفاكتنت بيبقى ريموفد by the pulmonary alveolar macrophages. في الرسمة دي حابب أوضح أنواع الخلايا المختلفة اللي موجودة. أنت عندك type 1 alveolar cells اللي هي flat squamous epithelium، اللي في وسطها الكيوبيكال أو الكيوبويدال cells اللي هي type 2 alveolar cells، وديت اللي بتصنع السرفاكتنت، وطبعا بيبقى السرفاكتنت موجود في اللاير اللي هي اللي موجودة ما بين الاير وما بين الووتر، وزي ما اتفقنا ان هو بيتشال عن طريق الماكروفيجز البلمونري الفيولر ماكروفيجز. بعد ما اتكلمنا على definition، تكوينه بيتكون فين، ازاي بيتم ازالته، عاوزين نتكلم عن السيجنيفيكانس او الوظائف السيرفاكتنت. اول حاجة ان هو بيقلل السيرفس تنشن، احنا عمالين نتكلم على ان اللونج فيها ووتر اير انترفيز والووتر له سيرفس تنشن، ودوت بيساعد على الكولابس اوف ذا الفيولاي، ولذلك يجب وجود السيرفاكتنت علشان يقلل السيرفس تنشن ويمنع الكولابس اوف ذا الفيولاي. وما دام منع الكولابس يبقى دوت هيقلل الورك اوف بريزنج ديورينج الانسبيريشن. كمان ان هو بيعمل ايكوالايزيشن او بيعادل السايز اوف ذا الفيولاي، لان اللارج الفيولاي بيبقى فيها جريتر سيرفس تنشن، فلذلك بيبقى فيها ريكويل اكتر، اما السمول الفيولاي بيبقى فيها less surface tension ولذلك بتكون لها tendency to enlarge. رابع significance بالنسبة للسيرفاكتنت ان هو بيساعد على ان يحافظ على الالفيولاي دراي، فبيمنع البلمونري ايديما، ان هو بيقلل الاوزموتيك بريشر inside الالفيولاي، لان السيرفاس تنشن in the alveoli بيعمل اوزموتيك بريشر من حوالي 20 مليمتر مركري، وده بيساعد على transudation of the fluid from the blood to the alveoli causing pulmonary edema. بالنسبة للفاكتورز affecting the lung surfactant، ودي جزئية مهمة جدا، احنا عندنا أول سؤال الـ occlusion of the pulmonary artery اللي هو الشريان الرئوي، فدوت هيقلل السرفاكتنت وهيزود الـ collapse of the alveoli supplied by the occluded artery، يعني الشريان الرئوي اتقفل
او احد برانشاته، فدوت هيقلل السيرفاكتنت ويؤدي الى الكولابس اوف ذا الفيولاي اللي بتبقى جايلها بلاد سبلاي من الارتري اللي حصل فيه اوكلوجن. رقم 2 الديفيشنسي اوف ذا ثايرويد هرمون، وده بيقلل السيرفاكتنت. ليه؟ لان الثايرويد هرمون بتزود السايز اند النمبر اوف ذا نيوموسايتس اللي بتكون السيرفاكتنت. رقم 3 الديفيشنسي اوف ذا جلوكوكورتيكويدز او الكورتيزون، دوت بيقلل السيرفاكتنت لان الماتيوريشن اوف ذا نيوموسايتس اللي بتكون السيرفاكتنت بيبقى اكسلريتد باي ذا جلوكوكورتيكويدز. رقم 4 prolonged inhalation of pure 100% oxygen، ان دوت بيعمل دامج للالفيولار ابيثيليال سيلز بسبب انتاج فري راديكالز زي الهيدروجين بيروكسيد وسوبر اوكسيد انايونز، فهيقلل السيرفاكتنت. رقم 5 هيفي سيجريت سموكينج، لان دوت هيعمل ديستراكشن للتايب 2 نيوموسايتس ويقلل السيرفاكتنت فورميشن. وعندنا في حاجه اسمها هايلاي ممبرين ديزيز او ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ان بسبب ان هم الطفل اللي بيتولد قبل ميعاده او البريماتيور بيفشل ان هو يكون السيرفاكتنت، ولذلك بيكون في احتماليه اكبر للدث لان السيرفس تنشن في اللنج بتبقى هاي واللنج ار ستيف اند ديفيكالت تو انفليت. الريسبيراتوري ديستريس سندروم ممكن ان انا اشخصها في بالانترا يوتراين، يعني داخل الرحم، بان انا اخد عينه من الامنيوتيك فلويد علشان احدد الريشيو اوف ذا ليسزن تو ذا سفينجومايلين، ودوت بيكون 2 عند الاسبوع 35 من الحمل. كده احنا خلصنا اللونج سيرفاكتنت بالايتيمز بتاعته. عايزين نتكلم عن البالمونري فنتيليشن. فاول حاجه هنتكلم فيها ايه هي الريسبيراتوري سايكل. الريسبيراتوري سايكل تتكون من انسبيريشن اكسبيريشن اللي هو شهيق زفير واكسبيراتوري بوز، والاكسبيريشن بيبقى اطول من الانسبيريشن، ولما الريسبيراتوري ريت بيزيد الاكسبيراتوري بوز بيختفي. طب يا ترى ايه هو معدل التنفس عند الراحه؟ في النيولي بورن او لسه مولود بيكون 50 بير مينت، اما في الفايف ييرز اولد بيكون 25 بير مينت، اما في الادلت بيكون من 12 ل 20 بير مينت. respiratory frequency ده الريت اوف ريسبيريشن بيبقى مختلف في النورمال سبجكت، بيختلف باختلاف العمر، باختلاف راجل ولا ست، باختلاف شغل ولا واحد sedentary life sleep، واحد نايم، واحد stressed. هنا في الرسمة ديت حابب ان هو يوريك respiratory cycle اللي هي عبارة عن inspiration ثم expiration ثم expiratory pause، وقلنا ان expiration takes longer than the inspiration، ولما بيزيد respiratory rate بتختفي expiratory pause. طب يا ترى ايه هي النورمال بالمونري فنتيليشن او التهوية الرئوية؟ هي كمية الاير volume of air respire اللي بيتحرك داخل للرئة وخارج من الرئة per minute during rest، يبقى حجم الهواء اللي طالع وداخل من الرئة في الدقيقة اثناء الراحة بيبقى قد ايه؟ بيبقى من 6 ل 8 لتر. طب بيتحسب ازاي؟ بيتحسب بالتايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت اللي هو معدل حركات التنفس. التايدال فوليوم بيساوي 500، في الريسبيراتوري ريت بيبقى 16، فبيبقى تقريبا 8000 ملي بير مينت، يبقى من 6 ل 8 لتر بير مينت. طب يا ترى ايه هو التايدال فوليوم؟ التايدال فوليوم هو الـ volume of air inspired or expired in each respiratory cycle during rest، ودوت بيكون 500 ملي.
طب يا ترى ايه هي الـ effective pulmonary ventilation او الـ alveolar ventilation؟ هو دوت الـ volume of air اللي بيوصل الـ alveoli وبيحصل فيه gas exchange between the blood and the pulmonary capillaries per minute during rest. يبقى تاني، هو الـ volume of air يعني حجم الهواء اللي بيوصل للألفيولاي بيحصل فيه gas exchange مع الـ blood اللي في الـ pulmonary capillaries طبعا per minute during rest. طب الـ effective pulmonary ventilation بتساوي ايه؟ بتساوي 4.2 ل 5.6 لترز بير مينت. طب اتحسبت ازاي؟ بنطرح التايدال فوليوم ناقص الديد سبيس ونضربه في الريسبيراتوري ريت، الديد سبيس اللي ما بيحصلش فيه اي جاز اكس تشينج، يبقى 500 ناقص 150 هيبقى 350 في 16 هيساوي 5600 ملي بير مينت او 5.6 لترز بير مينت.